في هذا اليوم المبارك، في هذه البلدة الطيبة، نسعى بإذن الله من أجل إبلاغ صوت شعبنا المنيع. لا شك أن هذه البلدة هي بلدة ثورية شاركت في مراحل تحرير الجزائر من خلال الثورات المعروفة والمؤرخة، من خلال مشاركة آبائنا وأجدادنا، انطلاقا من ثورة أمير عبد القادر الجزائري وثورة ولادة سيد الشيخ بقيادة الزعيم سيدي بوعمامة رحمة الله عليه جميعا، ومن خلال الأشاوس الذين قاموا بمعارك دارية رفعوا بها جبين الجزائر. كلمتي الأولى أتوجه بها إلى الشعب الجزائري عامة، وأؤكد وأذكر أن الجزائر تمر بمراحل عصيبة جدا، مراحل صعبة، والذي لم يعش ولم يشارك في أحداث التسعينات لا يعرف حقيقة الجزائر، لا يعرف حقيقة الجزائر. الجزائر مر عليها احتلال مدة 130 عاما، واستطاعت أن تتحرر بإذن الله، ومرت عليها فترة عصيبة بعد الاستقلال، حتى الأشقاء كانوا يتربصون بها، والذي يدرس التاريخ يعرف ذلك. ثم جاءت فترة التسعينات والتي قد اختلط فيها الحابل بالنابل، وما دفعت الجزائر من قوافل الشهداء، وبقيت الجزائر واقفة صامدة، ومرت مرحلة أخرى شهدت فيها الجزائر ما شهدت، ونهبت أموالها، ولكن الجزائر ظلت واقفة. واليوم ها هو مشروع الجزائر الجديدة، والتغيير لا بد له من ثمن، لا بد له من صبر، لا بد له من سعة الصدر. فالشعب في هذه المرحلة لا بد أن يكون نبيها، لأن الأعداء تتربص بنا من الداخل ومن الخارج. رسالتي الثانية إلى شعبي في ولاية المنيع، وهي أن هذه البلدة
كما وصف أحد المعمرين أنها جنة الجزاء، جنة الجزاء. وكانت القيادات العسكرية حينما تحال على التقاعد تأتي إلى المنيع، مثل الكولونيل أوزيراش. هذا الحي الذي نحن فيه، حي بالبشير، كان وسط المدينة، كان وسط المدينة. كانت فرنسا تأخذ البرتقال من المنيعة إلى باريس، وكانت ترسم برتقالة كبيرة اسمها إلغوليا، حتى نعرف قيمة هذه المدينة. فيه مؤتمر في القرن التاسع عشر، مؤتمر عالمي للزهور أقيم في هذه المدينة، والتي تحوي على زهرة لا تنبت إلا عندنا وفي دمشق، اسمها الزهرة الدمشقية. ناهيك عن المياه العذبة، ماؤها الزلال الذي لا يوجد مثيله في العالم إلا ماء زمزم بركة. ناهيك عن شعبها الطيب الذي يجمع جميع الأطياف، كل من يأتي إلى هذه الولاية يعيش معززاً مكرماً، والواقع يشهد على ذلك. فيها شبان طموحون يسعون إلى التغيير، ووصيتي لهم: اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. كما أقول، كما قال الشاعر أبو الطيب المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر في عين العظيم